أم العبد معطان، عبد العزيز أحمد شاهر معطان، محكوم 8 شهور. والله إحنا من يوم الحرب ولا إشي ما بنعرف عنه الصراحة، لا وين هو ولا شو صار معاه من مرة، يعني ولا إشي ما بنعرف. والله الحمد لله يعني أجانا الخبر يعني بعد ما فقدت الأمل أن يطلع، والحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله الله يرفع البلاء عنهم إن شاء الله. يعني أكيد الفرحة منكوسة، يعني أكيد الفرحة منكوسة عشان أهل غزة. الله ينصرهم يا رب، الله ينصرهم يا رب.